هيبقى فيه كذا خطوة. في خطوة هننزل بالتتبيلة الأول، هنشوف التتبيلة اللي هنستعملها، وزي ما قلت زودوا الخضرة على قد ما تقدروا. معايا بصلة كبيرة، ومعايا توم، ومعلقتين صغيرين ملح، كل ما نقلل الملح في الأكل يبقى أحسن كتير، ومعلقتين كبار كزبرة ناشفة، وكمون، وجنزبيل فريش، معايا نص معلقة صغيرة كمون، معانا كمان جنزبيل فريش. كل ده هنشوف الشيف سيد هيشتغل بيه ازاي. نكمل المقادير. معانا نعناع ناشف معلقة صغيرة، معانا قطعة صغيرة من الجنزبيل الفريش، معانا قرن فلفل حامي، معانا بابريكا، معانا فلفل اسود. زي ما انتم شايفين كلها حوارق دهون طبيعية، وهتخلي طعم المحشي جنان. اللي مش عايزه سبايسي يشيل القرن الفلفل الحامي. تاني هنقول دي كلها مقادير احنا هنخلطها دلوقتي في الكبة او في الخلاط مع بعض. معانا بصلة كبيرة، ومعانا توم، وملح معلقتين صغيرين ملح، ومعلقتين كبار كزبرة ناشفة، ونص معلقة صغيرة كمون. نكمل. معانا معلقة صغيرة من النعناع الناشف، قطعة جنزبيل صغيرة، قرن فلفل حامي، ممكن نستغنى عنها للناس اللي مش عايزة أي حاجة سبايسي في المحشي، بابريكا وفلفل اسود، وكل التوابل دي حوارق دهون.